وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لسؤال فضيلتكم عن أعمال العشر، هل تشمل الليل والنهار؟ نعم، دلت الأدلة على ذلك. ما من أيام العمل الصالح فيها حب الله من عشر ذي الحجة، فتشمل فيها الليل والنهار كما قال أهل العلم، فيجتهد الإنسان فيها في ليلها وفي نهارها جميعا، والله الموفق.